تفضل. مساء الخير يا خالة. مساء الخير. تفضل استريح. استريح ابغاك شوية يا علي. خير ان شاء الله. خير وما كل الخير ان شاء الله. علي وين امك؟ نعم. اسمها تعبانة وتحتاج انك تعرضها على دكتورة. وليش ما وديتها كل هالمدة؟ بس؟ اي بس. الا طيب انا اذنت ان شاء الله اوديها. اسمع اسمع. عن اذنك يمها. اسمع دقيقه لو سمحتي اروح اشوف. حاضر حاضر. اسمع. حاضر حاضر. نعم. تقدرين تفسرين لي ايش معنى وجود امتنا؟ الله يخليك يا علي. ماكو ابد. مجرد زياره. زياره؟ ايه زيارة. زيارة ولا اتصلتي فيها انتي علشان تقولي لها اللي حصل بيني وبينك؟ حشو. ما اتصلت فيهم ولا شيء. اصلا ما دريت الا داش علي فجأة. فجأة؟ اسمعي يا بنت انتي. اذا كان انتي تفكرين اني انا خايف من ابوت ولا امت فانتي غلطانة. انا ما في احد يخوفني من هلت ابد. يا علي يا علي انت غلطان والله. والله خليك لا تعلي صوتك. لا تقولي لي غلطان. انا حر في بيتي اسوي مثل ما ابي. ارفع صوتي اوطي صوتي. انا حر في بيتي. انا ما ابي زيارات من احد. ما ابي احد يزورني. واذا كان امك ما تستغني عنك روحي معها. يلا يا علي لا تعلي صوتك. خليك تروح وسوي فيني اللي تبيه. لا اذا كان انت خايف انت تقولي لها انا انزل واقول لها دحين. لا عاد تجينا. لا 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 ما في داعي. الله يخليك ما في داعي يا علي. اقول لك وخري عني بس. لا لا يا علي ما في داعي. اقول لك انزلعي كذا يا عليان تطردني. صح انك نذل نذل وما تستاهل اي تقدير. لك والله لوريك. والله وانا منصور دواك عندي. ان ما وريتك ماني منصور. عبد الله. عبد الله ولدي سافر. انا ما صدقت على الله امتى يخلص دراسه ويصير دكتور تقول لي سافر. انا لا يمكن اوافق. يعني لا يمكن اوافق. التخصص لا بد منه. واذا ما سافر اليوم سافر باكر. انا قلت لك لا يمكن. يعني لا يمكن. يا ام عبد الله الكلام هذا ما هو جديد. وانت عارفه ان عبد الله امنيته يكون دكتور متخصص. واليوم الحمد لله جيت بعد على حساب الدوله. وهذا تقدير لامتيازه وجهوده. انا لا يمكن. لا يمكن افارق ولدي. لا يمكن اخلي ولدي يسافر. الموت ولا الصد عنه. حول ولا قوه الا بالله. الموت بعد عمر طويل ان شاء الله. بس لا تصيرين حجر عثره في طريق الولد. بس انا بعد ما تهنيت بروحته وييت علي من بعد ما تخرج. أنا لا يمكن أوافق. شلون تبيني أوافق إنه يسافر في بلد القربة؟ أنا لا يمكن. قلت لك يعني لا يمكن. وشلون ما تهنيت؟ عبد الله من يوم تخرج وهو جاد ومجتهد وما قصر علينا بشيء. بنالت فلة وأثثها وعن قريب بتكونين فيها إن شاء الله. وما قصر ملانا فرح وسعادة. الحين قولي لي أنت وش تبين منه؟ وش تبين منه؟ وعبد الله إذا كنت تعزني لا تخلي ولدي يسافر. أنا ما أقدر أستغني عن ولدي. أنا ما أقدر أفارق لا ليل ولا نهار. شلون هو يمي؟ شلون إذا سافر؟ واللي سلم عمرك يا أبو عبد الله لا تخلي يسافر. أنا بعدين هناك في ديرة الغربة من يرعاه ومن يسار على راحته. يا أم عبد الله يا أم عبد الله. حنا لو ناقشنا الموضوع امام عبد الله ولا سمع شيء من طرف هالموضوع هذا يعتقد ان نبي نبقيه عشان رواتبه. لان هالمسكين كان متردد في قبول البعثه وانا اللي شجعته. انا قلت لا يمكن. يعني لا يمكن. ام عبد الله هالحين انت ما تبين ولد يروح ويتخصص ويصير دكتور عظيم تتكلم عن مهاراتك كل الناس. بلى وانا من اللي خيره. خلاص انت خليه يسافر ويروح يدرس ويجيب شهادات عاليه ترفع مقامه بين الناس. وعبد الله
واللي سلم عمرك انا ابي اطلب منك طلب واحد، ابيك تقول لعبد الله وابي يوافق عليه. خير ان شاء الله. وش هالطلب هذا؟ عبد الله لا يمكن يرفض الطلب. انا ابي عبد الله يعرس على بنت اختي زينب، وبعدين ياخذ زوجته ويروح يسافر معاها، علشان يكون قلبي انا مطمئن ان هناك في من يرعى ومن يسهر على راحته. هذا مستحيل يا عبد الله، ولا عندنا وقت نخاطب له ونزوجه قبل السفر. وانا بعد لا يمكن اخلي ولدي يسافر الحالة. لا حول ولا قوة الا بالله. أم عبد الله، عبد الله رجال ويقدر يصرف ويرتب أموره، لا تنقلن همه. ثم هالعواطف وهالدموع اللي بتثرين بها عليه ما لها لازم. الله الله يا الدنيا، أنا يا أبو عبد الله أثر على ولدي بالدموع؟ أنا أتمنى له السعادة وأحب أشوفه متهني. زين زين زين، إذا كنت تريدين له السعادة وتتمنين تشوفينه متهني وسعيد، اتركيه يحدد مستقبله بنفسه، يختار شريكة حياته بنفسه، لا تتدخلين في شؤونه، بس ادعي له بالتوفيق. أنا ادعي له بالليل والنهار إن الله يوافقه ويسعده. يا غالي، ولدك مطلق معهم. يا بنتي يا غالية، ما عاد انت صغيرة ابد. اقبل الموت ولا اقبل ملاه. لو هي تغدي عجوز ما جوزتها لن تمطري وش بلات الك بش المصراعة الجمينيتي. بارك الله بيك يا ابو غايب. كيف تجوز الاخت اخوه؟ الاخت اخوها؟ تدري الحزم هذا وش اسمه؟ حزم الضام. حزم الضامي، يوميا السابعة مساء على ذكريات. الوطن هو القصيدة وهو الحب، وإذا كان للشاعر رسالة. الله بمانك من النكبات تمنى. كلمة وطن ما تختلف من شاعر إلى غير شاعر. من على الرمضة مشى حفل قدم يستاهل، مثل العروس الشمس توها. الوطن أيها السادة بالقصيدة الجميلة والكلمة العذبة المعبرة الرائعة. أغنيات للوطن الأربعاء 11 مساء على ذكريات. شاطرة لونا روبنسون. أنا راحلة إلى أستراليا. يا قمار. يبدو أنه لا يعيش على هذه الجزيرة سوانا يا بني. الحرارة مرتفعة. لونا هل تسمعين؟ سوف نموت كما مات القبطان. هل تستطيع أن تبني قاربا على غرار القارب الذي غرق؟ مع السلامة أيتها الجبال. أخشى أن نكون قد ظللنا طريقنا. في كل الأحوال في كل الأحوال. فلونا يوميا 5 مساء على ذكريات. نعود معكم مرة أخرى والعود أحمد. قدم أجمل الأصوات هذا اليوم
أحيا التراب. والله ما دريت إن العين بحال. هو سلسلة موسيقية راسخة بذاكرتنا. يا ليلى دهنا لا دهنا. وتر وسمر. والمثل بيقول. عمر الفن ما ينتهي. طعم العسل حالي وصف. من نظرتك. وتر وسمر. الأحد 11 مساء على ذكريات. صمت الأمر. هذا الكشف يمثل جميع المخزون اللي عندنا في المستودع. وهذه الأسعار عندك. يبا لمت هالقلم، هذا خشة وهذا القلم مني. الله يبارك فيك. شكرا. الله يبارك فيك. هذا الكشف كله؟ اي نعم. وهذه الأسعار عندك. ما شاء الله ما شاء الله، نص مليون ريال. اي صج من صبر ظفر. أقول كل هذا من فضل الله ثم من فضل جهودك. من فضل الله ثم من فضل إرشاداتك وتعليماتك يا بس. أخ الفرحة ما تكمل يا منصور. ما تكمل؟ وش قصدك ما تكمل يا با؟ يعني قصدي أقول لو تشاركنا فرحتنا وسعادتنا هذه. أسمع، إن كان فعلا السعادة تكون صحيحة. أنا شعوري من شعورك يا با أن سعادتنا ناقصة، لكن وش تبي نقول؟ عسى الله يوفق إن شاء الله ويكتب اللي فيه خير. والله يا منصور لو خيروني بين كل ما أملك وبين السعادة الحقيقية لأسمة لاخترت سعادة أسمة بدون أي تردد. لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كلامك سليم وأنا معاك في هذا، لكن برضو يبا لا تنسى في مثل يقول شف بلوى غيرك تهون عليك بلواك. وبعدين أسمى ولله الحمد ما ناقصها شيء، طالما أنت موجود على الحياة فأنا وأسمى وأمي بخير، أهم شيء أنك أنت تكون مبسوط بس. الحقيقة يا منصور الحياة كلها كفاح، واللي ما ضاق مرارتها يعني ما يحس بحلاوتها. يا سلام، من هالمنطلق يبا أشعر أنك فعلا ذقت ما فيه الكفاية من مرارة وتعب من الحياة. أنا ودي أقول شيء بس أخاف تزعل. لا قول تفضل. يبا أنا ودي أني أنا أقوم بأعمالك في المكتب وإنت تكون المشرف العام علي، يعني تكون في البيت تشرف علي بالتليفون، توجهني، تشوفني إذا أخطأت. أخاف بس مليت مني يا منصور من كثر طلباتي. حاشا يبا، حاشا لله أني أمل منك. أنا ما قصدت كذا، أنا قصدي صحتك الآن ما عاد تتحمل ويبغالك على الأقل ترتاح. بعدين الشيء الثاني يبا أبغى أعتمد على نفسي أكثر، أبغى أعرك الحياة والحياة تعركني، أبغى أصير رجال مثل ما أنت تتخيل إن شاء الله في المستقبل. بارك الله فيك يا وليدي، والله لا يحرم من وجودك. أهلا. خلي الدكتور عمر برضو يمضي عليه. شكرا. مساء الخير. مساء النور. اهلا. بقول ايه يا دكتور عبد الله؟ نعم. دي مش طريقه شغل ابدا. 50 مراجع عليا وانا لوحدي في العياده مش طريقه. على الاقل يكونوا 10 عشان اقدر اديهم العلاج اللازم واكشف عليهم. لا لا اطمئني، انا كلمت المدير البارح في الموضوع واليوم في عندنا اجتماع علشان نناقش القضيه. هيكون هذا افضل ليهم وليا طبعا. لا لا ان شاء الله الموضوع حينحل، خذي راحتك ان شاء الله. ان شاء الله. نعستني انا في القسم الثاني باي خدمه. طيب. تفضل. السلام عليكم. اهلا دكتور عمر، تفضل استريح. ما تبغى تروح يا دكتور عبد الله؟ الا طبعا ابغى اروح، ليه لا، بس ودي قبل اروح امر لي على مريضين او ثلاثه. ايش بك؟ ابغى افهم، انت طبيب مناوب ولا مقيم؟ قل لي ليش لازم المستشفى هذيك يا اخي. يا عمر المساله ما فيها شيء، كل ما في الامر انه عندي عمل وما ابغى اروح لان اخلصه.
لكن يا ابو عابد انا لاحظ عليك الايام انك تفكر في شيء كبير ولا انك قادر تاخذ فيه قرار. فعلا يا عمر. خير ان شاء الله. موضوع البعثة شاغل بالي، متردد انا كثير بين القبول والرفض. رفض؟ في احد في الدنيا يرفض بعثة على فقد الدولة مهبول؟ فرصة تجي لعندك وتبغى ترفضها؟ لا يبقى اكيد انك مو بصاحي. دكتور عمر، في حاجات تشدني اني ابقى هنا، وفي حاجات تدفعني اني اسافر وباسرع ما يمكن، ولاني قادر اوفق بين الحاجتين. اسمع يا ابو هديك، وقف. الغاز ما ابغى الغاز، وضح كلامك وقل ايش تقصد. اللي شدني اني ارفض البعثه هو اني احس الى الان اني ما اسعدت امي وابوي. ابغى اشعرهم بالراحه، ابغاهم يحسون بالسعاده قبل ما اروح. هذا مو بسبب يخليك ترفض فرصه ثمينه مثل هذه. امك وابوك طول عمرهم امنيتهم يحققون لك المركز المرموق في حياتك، وهذه فرصه لك. والفرصه يا ابو عابد ما تكرر مرتين وانا اخوك. فعلا يا دكتور عمر، الفرصه ما تتكرر مرتين. اذا خلاص هذا الموضوع خلصنا منه. طيب شنو الشيء الثاني او الدافع اللي يخليك تسافر باسرع ما يمكن؟ ابغى اهرب يا عمر، ابغى انسى، ابغى اكون بعيد علشان ارتاح من ضميري ومن تأنيب ضميري. لكن كيف؟ كيف؟ كيف اقدر انسى هالمخلوقة اللي انا احس اني سبب تعاستها؟ رب ضالة النافع على هديك. يمكن تعافك وبعدك عنها ينسيك همومك، واندماجك هناك في العمل يصير كفيل بانه يهون عليك. ايه يكون خير. عن اذنك يا دكتور عمر، ابغى امر على بعض المرضى قبل امشي. تفضل يا ابو تفضل. خير ان شاء الله. انسى ايش؟ لا تنسى ملابس ولدك اللي قلت لك عليها امس. وبالمره يعني اقول تجيب الدكتوره معك عشان سعد تعبان شوي، ولا تاخذه يعني لك لها معك. مش فاضي. مش فاضي؟ انا كل ما قلت لك شيء قلت لي مش فاضي. متى تفضى اذن؟ متى تفضى اذن؟ يا ربي لا توديني للسوق ولا تجيب لزومي. وش هالحالة معك يا ربي؟ أنا قلت لك مش فاضي يعني مش فاضي. حتى لو ولدك مش فاضي؟ نعم، خدمة ثانية. يعني لا لي ولا لولدك مش فاضي؟ إذا فاضل مين؟ فاضل مين؟ بس علمني. حابسني بين أربع جدران مثل المسجونة. حتى بيت أبوي ما أروح له، حتى بيت أبوي ما أروح له. من يقضي لزومي؟ لا أم، لا صبي، لا أخو، لا أنت. من يلبي لي طلباتي واحتياجاتي يا علي؟ إلغي طلباتك واحتياجاتك. علي، أنت تتكلم من صدقك، من عقلك؟ بس عاد تراس طولتيها. أنت عندك طلبات هنا في البيت ما هي عند أي حرمة في بيتها. وش الفائدة؟ شو الفائدة من هذا كله؟ وأنا مسجونة في سجن حصين، لا طلعة لا روحة لا جية. أنا يا علي بس أنا... عاد طولتيها، عاجبت كذا ولا طقي براسك الجدار؟ وصل من المستقبل، إنها حكاية لا تصدق، خدعناه بسهولة ليساعد الأطفال ويحقق لهم أمنياتهم. سأعطيك هذا المركب المطاطي، لكن كل أمنية تطلع لها مشكلة. إياك أن تقترب منا، أنا وحيدة في أرض البحر.
فكيف راح يحلها عبقوب؟ عبقور يوميا الخامسة والنصف مساء على ذكريات. ينشر السرور قل ما يحزن. في البر في البحر في الجو. سباق ليس سهلا أبدا. في البر في البحر في الجو الاثنين الرابعة مساء على ذكريات. جاهزين؟ جاهزين. وش راح تسوي الحيوانات في مواجهة الآدمي؟ هذا أثار شيء كبير، لازم ناخذ بثار خوينا من الآدمي. يا رب تنجح خطتي. الأسد يا حبيبي نواك. ومن الشرير اللي يحاول يقضي على سلام الغابة. نضرب ضربتنا. فتش المكان زين، شبر شبر. استغلها فرصة يا وضاح وانحش. وبالوالدين إحسانا يوميا من الأحد إلى الجمعة الرابعة والنصف مساء على ذكريات. برنامج أفراح وتهاني، كل المتعة وعظيم الفائدة. مشاركة فيها تجسد أسمى معاني الحب والإخاء بين أفراد المجتمع الواحد. أفراح وتهاني السبت 11 مساء على ذكريات. هالمعاملة السيئة، أنا قصرت معك بشي؟ أنا بذلت كل جهدي وأبذل كل جهدي علشان أسعدك، عشان أرضيك، علشان أنسيك همومك وانت تزيد في همي وغمي. نسيتي وش قلتي؟ نسيتي وش سويتي؟ قلت سويت؟ قل لي إيش قلت وسويت؟ وأنا مستعد أضحي بحياتي عشان أرضيك يا علي. أنا بعيش بسلام وربي ولدي، افهمني أرجوك افهمني. أنا محتاجة لكلمة حنان، لابتسامة رضا. حاولي تفتكرين وش قلتي من زمان، حاولي تفتكرين وش قلتي وش سويتي. شكلت وسويت؟ أنا ماني فاهمة قصدك، وش تقصد؟ عجيب، نسيتي رفضت لي وتفضيلت الولد عمت عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا انت حييه. مساك الله بالخير عم راشد. مسك بالنور والعافية. طيب ما شاء الله. لا طيب اليوم ان شاء الله. الله يحييك. الله يطيب فالك ما شاء الله. وشلونك وانا ابوك ان شاء الله طيب. شوف ورني، خلني اشوف النبض. الله يسلمك. اكح كح كح. لا طيب يا عم راشد، خلاص الحمد لله. يا ابوك مثل ما تشوف، بربخ بربخ نوم من صبح وظهر وعصر ومغرب. تكفى وانا ابوك، طلعني عسى الله يحييك. ابي العيال وامهم الله يسلمك. ولا يهمك ولا يهمك، راح الكثير وما عاد بقي لك. الله يطول عمرك. بكره نكتب لك خروج. الله يحييك ان شاء الله. يلا نطول عمره يا رب.
شاء الله تبارك الله. مرحبا مرزوق. اهلا دكتور. شلونك؟ الحمد لله بخير يا دكتور. ما شاء الله اشوفك لابس الثوب. ايش عندك؟ اي والله يا دكتور تعرف اليوم زياره والاهل يبون يجون. ايه ما شاء الله. تعرف عاد. تحس بالم انت ولا شيء فيما اثر العمليه؟ اي والله يا دكتور. شوف رجلي. شوي حرقان انا. لا طيب ما شاء الله ما فيك شيء. لا لا طيب ان شاء الله. لو سمحتي خلي المناوبة تغير على مرجوك. الله يجزيك خير يا دكتور. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يجزيك خير يا دكتور. هذا والله خطر. عسل الله يحييه ويطول عمره ما شاء الله. نافع نوطنه ما شاء الله عليه. اي والله طيب هالدكتور. جدا ممتاز هالدكتور. الله يجزيك خير ويطول عمره. محبوب ترى. هذا انا لي في ذا الكرسي 3 أشهر ويومين الله اعلم او 3. والله ناس تجي وناس تطلع ما حد عرف ذا الدكتور اللي يدعي له ما شاء الله تبارك الله. لا محبوب دكتور محبوب وهب ريح ما شاء الله. كلنا نحبه وانا احب واقدر بعد. من في ذا المستشفى ما يحبه؟ عسى الله يحبه ان شاء الله. يا الله يطول في عمره ويكثر امثاله. قل امين وانا اخوك. امين. بس اقول يا راشد الا ما قلت لي هالدكتور شو اسمه هذا؟ الله يهديك هذا دختر عبد الله. عبد الله. اي عبد الله. ها زين تو متخرج من دخاتره الجدد الله يبارك فيهم. الله يجزي خير. قل الله يطول عمره. قل امين. امين يا رب. الحمد لله اللي قدرت دكتور عبد الله. خير دكتور عمر. بسرعه خلينا نلحق الدكتور احمد. دكتور احمد ولد عمك منصور متصل من شوي يقول ان عمك في حاله خطره ورجعت له ازمه مره ثانيه. عمي رب السعاده ناجح. شلون انا لازم اروح اشوف ابوي. يا الله أنا أروح. علي الله جابك يا علي. الحق يا علي الحق الحق يا علي. أبوي بخطر يا علي. ألو أنت وين لابسة كذا؟ وين يعني ناوية تطلعين بدون إذني؟ أبدا والله. أنا قاعدة أنتظرك على نار يا علي. لو كنتي تنتظريني ما لقيتك عند الباب. يا علي التفاهم بعدين. لما نرجع أبيك توصلني لأبوي علشان أطمئن عليه يا أخي. بسيطة بسيطة أطمئني عليه بالتليفون هذا وعندك. اتصلت 4 مرات بالتليفون وكل مرة والثانية يقولوني إنه تعبان والدكتور عنده. أنا قاعدة على أعصابي يا علي قاعدة على أعصابي. حلو والله عال. لا وتبي تصرفيني كيف ما تبين. يعني أنا لو تأخرت شوي كان طلعتي بدون علمي. يا علي يا علي لا خلينا نتفاهم بعدين. لما نرد لما نرد قلت لك انا لازم اروح اشوف ابوي لازم الحين. يلا امشي ودني. والله عال وبتفرضين علي رايك بعد. يا علي يا علي لا توقف بطريقي. انا بروح اشوف ابوي بخطر. حرام عليك ارجوك ارجوك. يا ابوي اذا قلت لك ما في روح لا لابوك ولا لامك ايش تقولين؟ لا ما تقدر تمنعني ما تقدر تمنعني. انا لازم اروح اشوف ابوي. اسمع اذا طلعتي مع هالباب ترى ما عاد انت براجعة معه مرة ثانية. اسمع يا اسمع خذي الولد من جوا واطلعي مع هالباب ولا عاد تعودين معه مرة ثانية.